مرحبا بكم مشاهدينا في فيديو جديد. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد وكشف فيروس كورونا رضا مهواوي صبيعة اليوم الثلاثاء أن الوضع الصحي في البلاد خطير ومقلق جدا جراء ارتفاع إصابات كورونا، مشيرا إلى أن المستشفيات امتلأت عن آخرها ولا توجد أسرة لاستقبال المرضى. وحسب ذات متحدث أن الطاقم الطبي للمستشفيات في ضغط رهيب والوضعية الصحية حرجة جدا في الجزائر، وهي على أبواب تسجيل 1000 إصابة يوميا في حال لم يستجب المواطنون لإجراءات الوقاية التي حددتها المصالح الصحية حسبه. من جهتها حمل مجلس الأساتذة الثانويات السلطات ووزارة التربية مسؤولية الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع بسبب تفشي الوباء وتسجيل إصابات في كثير من المؤسسات التربوية وإخفاء أخرى، وكذا انعدام وسائل الوقاية في أغلب المؤسسات للوسائل المتعلقة بتسجيل البروتوكول الصحي، وهو الأمر الذي سيدفع لا محالة السلطات الوضع الصحية لغلق جميع المؤسسات، متهمة في السياق ذاته مدراء التربية باستغلال الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه البلاد للتستر على سوء التسجيل. وحذر المجلس في بيان له من الوضع الذي آلت إليه المؤسسات التربوية عبر المستوى الوطني بسبب تفشي فيروس كورونا الذي قابله سوء التصرف والتعاطي السلبي للوضع بعيدا عن المسؤولية والشعور بالخطر، وهو ما ستكون له انعكاسات وخيمة. وبهذا سيكون إغلاق المدارس ضرورة حتمية للحفاظ على صحة أبنائنا والطاقم التربوي.